السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالطلاب في الصف الثالث المتوسط منهج سوبر جول 6. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حنا الآن في كتاب النشاط في الوحدة الثالثة All Kinds of People. وصلنا نحن الآن في الجزء الثاني من كتاب النشاط في صفحات اللي هو 104 105 و106. نبدأ بتمرين G طبعا في هذا الجزء. Let's begin now. We are in unit 3, All Kinds of People, on pages 104, 105 and 106. Exercise G on page 104. On Thursday morning, Martin decided that he wanted to invite some friends over the night. That night, يبغى يعزم، قرر أن يعزم أصدقاء في تلك الليلة. He had to do many things at the same time. Write sentences about what he did. ماذا سوف يفعل؟ Use the pictures and his list. ركزوا معايا في موضوع هنا هو at the same time. طبعا موجود عندكم في الانترنت مواقع كثيرة إجابات خاطئة. في نفس الوقت، يذكر أنه في نفس الوقت، يعني كل العملين أعمال معينة يؤديها في نفس الوقت وتقوم حتى بالطول نفسه. أثناء ما يفعل كذا يفعل كذا في نفس الوقت. ما هو أكشن حدث قصير في أثناء حدث طويل؟ هذا مهم الكلام هذا. مهم، وتبقى لكم معاه في التمرينين التالية، تمرين G وتمرين H. الأولى لاحظوا أنه يفطر ويكتب القائمة. الصورة الثانية يسوي سندوتشات ويسوي. الصورة الثالثة يكلم الجوال ويكنس، يعني أثناء عملية الكنس هذه يكلم، يعني كل عملين متساوية في الوقت وبنفس الطول مستمرة، يعني حتى ينقضي إما كلاها وحدها. الآن عندك هنا يتسوق ويفكر ايش يشتري عن الرف ذا، ثم ينتقل الرف الآخر، ثم يقول ما هو موجود في السوبر ماركت. نفس الكلام هنا، يركب اللمبة على بال ما يطلع يجيب سلم، وهو يتفرج التلفزيون في نفس الوقت يطلع يركب، يعني ياخذ منها الوقت 10 دقائق، وكذلك 10 دقائق هذه ما يفوت البرنامج. إذا هو أكشنين، الاثنين يكونون باست بروجريسيف، مهم جدا، ومع وايل. الآن عندك من الأكشن هذه هو تشينج ذا لايت بولب. Here, make a list of things to do. Make sandwiches. Talk to on the phone. Talk on the phone. Think of what he needed to buy. Have a breakfast. A clean house. Shop at the grocery store. Watch TV and make a cake. المثال الآن يبين لكم أنه لابد الاثنين في الآي إن جي. طبعا موجود في الإنترنت، موجود في المواقع، ولكن الجزء الثاني حتى في كتاب الجزء الثاني قد تحدث الأخطاء. الجزء الثاني ماضي، الجزء الثاني ماضي، وهو قال لك أكشنين. طبعا هنا مثال يبين لك أن الاثنين الأكشنين في نفس الوقت إذا كلها ING، كلها past progressive. He was making a list of things to do while he was having breakfast. يكتب قائمة إيش اللي بيسويها ويفطر بينما هو قاعد عمال يفطر. في action وأكشن، اثنين يقومون في نفس الوقت، الاثنين past progressive، لازم هذه معلومة تفهمها. إذن نجي على التمرين الأول. He was making sandwiches while he was making a cake. While he was making a cake. الخطأ في الإنترنت سووه هنا he made. ما استعملوا ING، وهذا خطأ. الحين بالك حتى في التمرين اللي بعده كلام. إن كلامي صحيح، وهي هذه القاعدة يا صديقي رحمة الله. رقمي في هذا الدرس.
He was talking on the phone while he was cleaning. Cleaning the house. يكلم بالهاتف بينما كان برضو عمال ينظف. رقم ثلاثة. He was thinking. He was thinking of what he needed to buy while he was shopping at the grocery store. Number four. The last one. إذن هذه مع الأخيرة هي بقيت الأخيرة. حضور بقيت هذه وهذه. He was changing the light bulb while he was watching. الآن قلنا while معها ing قبلها وبعدها في هذا الدرس. وين لا الثانية تكون حدث قصير حدث أثناء حدث طويل يكون في الماضي. الآن نبالك بالتمرين تمام حينفهم تمام. Complete the sentences use when or while. My brother was watching TV. He was eating dinner. إذا دي أكبر اختبار زي كذا جملة بالـ ing في الماضي والجملة الثانية أيضا في الـ ing إذا while. فورا while بدون أي تفكير. تمام الجملة الثانية. أحمد was walking in the park. هنا saw. وين saw أنا قلت أنا وين معلش. He saw حميد أو حميد. إذا هنا when لأن الزمن الثاني ماضي. الأول ing ماضي ing والزمن الثاني ماضي بسيط. إذا when. When. مها أن بدريا مها أن بدريا were studying for the math test when the phone rang. ماضي. نعم هي تدرس دكتور. أكشن قصير لا حدث طويل. Mom was cutting some vegetables for dinner when she cut her جرحت يدها. تقطع ما تقطع كانت ما تقطع وقطعت جرحت يدها الجرح كان بسيط أثناء هذا الحدث. يعني ما حنس يعني هنا ماضي على طول نستعمل اللي هو الجملة الخامسة. Dad was drinking coffee. Oh, he was reading. Then while he was reading the newspaper. أتوقع إن شاء الله أنها نفهم التمرين تماما وعرف الفرق حتى في الإنترنت كان في أخطاء يعني. إذا الآن وضح تماما. Number six. They were surfing when it started to rain. كانوا يركبون الأمواج وما شابه. When started to rain and then بدأت الأمطار. نقبل الآن على الصفحة التالية صفحة 105 الآن يا شباب عندنا reading exercise I reading. What should they do? ماذا يجب عليهم فعله؟ شخصيتين عندنا سعيد وخالد. سعيد كمبيوتر يعمل في يعني في كمبيوتر شو اسمه هذا في شركة اخصائي كمبيوتر والثاني طالب خرج من الثانوية ويريد ان يسافر يتمشى ويكتسب خبرات ما شابه بينما اهله يريدون يسافر ان يدرس ايش يعني وات شود ذي دو ايش ترى انهم يجب عليهم فعله كان نعطيهم كنصيحة وما شابه نقرا عشان نعرف شخصياتهم نعرف ايش افكارهم وش يتكلم عنه. Saeed is 35 years old. He has an important job with a computer company. He has a beautiful new house and many of things, the things that money can buy. عنده شيء بيت جميل وأشياء كثيرة من تأتي فلوس يعني يشتري حاجات جميلة. But he is thinking about saying goodbye to a lot of that. يقول لهم مع السلامة الأشياء كثيرة من هذه الأشياء. He wants to leave this job to become a teacher. يبغى يغير مهنته إلى معلم. If he does, he'll have to go back to university to train to be a teacher. يذهب للجامعة. يعود للجامعة. يدرس. يتدرب على أن يكون معلم. This will take up a lot of time and he will not
earn money while he studies. ياخذ وقته وما حيكسب فلوس اثناء دراسته. He wants to help kids by being a teacher. يساعد الاطفال او اطفال حتى انه يكون معلم. But he also needs income to support his family. يحتاج الى دخل ليساعد عائلته. Should he leave his job? هل يغير عمله ويترك عمله؟ طبعا احنا عندنا شيء اسمه انتساب. ما يصير يعني عادي ما يترك عمله يدرس في المستقبل. ينتسب في الجامعه ويدرس يعدل تخصصه وما شابه ويدرس شيء معين ينفعه. عندنا الان وات عندنا خالد who is 18 has just graduated from high school. تو خارج من الثانوي. His parents want him to stop university right away. But Khalid wants to stop university next year. هو أهلي يبغون السنة هذه وهو يبغى السنة الجاية. First he wants to travel to different places around the world. His parents say that traveling will distract him and delay his studies. يبغى يسافر حول العالم. قالوا لا هذا يلهيك والدي ويؤخرك عن دراسة. Khalid believes that traveling will be an exciting experience. خبرة حماسية حلوة جميلة. It will make him more independent and confident. خليه يعتمد على نفسه وعنده ثقة بنفسه. هذا اللي يفكر فيه قريب طبعا. And it will also give him time to make responsible decisions about his future. ويفكر ويتخذ قرارات المسؤولة للمستقبل. طبعا هذا اللي يفكر فيه دائما الصغار. فلا حول ولا قوة الا بالله. ما يعرفون خبرات الكبار. What do you think? ماذا تعتقد؟ طبعا علشان نتكلم عنها to help people make decisions like these you need to ask some questions. تسأل بعض الأسئلة. تعرف شخصياته تعرف شيء اهتمامه وش اللي يبغاه. عندك السؤال الأول what kind of person is he؟ أي نوع من أنواع الناس هو. Is he a person who is lazy؟ كسول. Is he a person who is adventurous؟ مغامر. هذا لازم تعرفه في البداية. الشيء الثاني what does he like to do؟ الشيء اللي يحب يسويه يعني إذا عمله ما يمل يحبه هذا العمل. Does he like to do something that is exciting؟ Does he like to do something that is boring؟ هل شيء يسوي شيء حماسي أو شيء ممل؟ أيضا سؤال ثالث what does he want to do؟ Does he want to do something that is important؟ شيء مهم؟ إيش اللي بيسويه؟ إيش اللي يبغى يريد أن يسويه؟ شيء مهم؟ Does he want to do something that is helpful؟ شيء يعني فيه فائدة؟ فائدة له، فائدة لعائلته؟ يخدمهم فيه؟ نعرف الآن من هذه الأسئلة نجاوب ماذا يعني يجب أن يفعله. Answer the question now. Answer these questions. The questions are What job does Sayid have now؟ الآن Sayid has an important job with a computer company. What does Sayid want to be? And why? Sayid wants to be a teacher because he wants to help kids and spend more time with his own kids. Why don't Khalid's parents want him to travel for a year? ليش والدي خالد ما يبغونه يسافر؟ His parents say that traveling will distract him and delay his study. يعني تلهيه وتؤخر دراسته. Should Khalid go to university or travel for a year? And why? Khalid should go to university right away because he shouldn't delay his studies. لا يأخذ دراسته. طيب الآن التمرين اللي بعده في الصفحة التالية صفحة 106 وهي آخر صفحة في هذه الوحدة. Exercise J. Answer the questions. Use your own information. تنين معلومات من معلوماتك. What kind of person are you? من أي نوع الناس أنت؟ كمثال هنا تتكلم عن شخص معين
ويقول انا كذا، انا احب اتصفح كنيت، انا احب اكتب، انا يتكلم عن نفسه. في نهايه المطاف نعرف ما هي الوظيفه المناسبه له. What do I like to do؟ شو الحاجات اللي احب اسويها؟ School subjects, activities outside school, etc. شيء يعني في المدرسه، مواد، شيء غير المدرسه، نشاطات وغير ذلك الى اخره. يقول serve the animal، يتصفح كذا. Number two, write, الكتابة. Talk to people، هذه مهارات. صفحة على الانترنت، يكتب، يحب هذه الأشياء، ويتحدث مع الناس. طيب. الآن عندنا what things are important to me، أشياء مهمة لي. Environment، البيئة، traveling، السفر، أيضا الصحة، entertainment، التسلية، etc. وإلى آخره وغير ذلك. قال هو طبعا كمعلومات information، يحب جمع المعلومات، تمام، لأنه يحب طبعا النت، يحب المعلومات والثقافة. health، الصحة. success اللي هو النجاح. what kind of person am I، أي نوع من الناس أنا؟ talkative، ترتال. طبعا مو مقصود أنه ترتال، لا، يتكلم، عنده قدرة على الكلام والحديث مع الناس والقناع وكذا. energetic، حيوي، clever، ذكي، etc. إلى آخره. ذكر مثلا curious، فضولي، يحب إنه ياخذ معلومات، يحب إنه إذا شاف خطأ أو شيء إنه يتكلم عنه. hard working، يعمل بجد. talkative، يتكلم كثيرا. what is a job that would be good for me؟ إيش العمل اللي مناسب لي؟ قلنا إنه يتكلم بكثير، hard working، curious، يتكلم مع الناس، يجمع المعلومات، يكتب، يحب يعني جمع المعلومات، الصحة، يتكلم عنها. إذا على طول صحفي، ريبورت، هذا يعني هذا عمل صحفي أصلا. ننتقل إلى exercise K، حنكتب عن هذا الشخص paragraph، writing. Now write a paragraph. Write about one of the jobs that would be good for you. وعمل من الأعمال الصالح لك اللي هو قلنا reporter اللي هو الصحفي. Explain why this is a job that would be good for you. واشرح فيها لماذا هو يعني جيد لك هذا العمل. My kind of job. نوع العمل، نوع عمل. A job as a reporter would be good for me. جيدا لي. لماذا يبدأ القطع كله تتحدث عن thesis statement أول جملة. Reporters have to write. ويحب الكتاب. In fact, reporters who are good and successful love the write. Love to write. يحب الكتابة. وناجح فيها. A reporter is also someone who likes to do research, particularly on the internet. خصوصا على الانترنت. Particularly on the internet. يعني خصوصا على الانترنت. وهو فعلا ذكر بأنه يحب الانترنت. يحب يكتب. يجمع المعلومات. And a reporter who likes to talk to people. يحب يتكلم مع الناس. نعم. ذكرت هذه. And a reporter who likes to talk to people and who is curious is usually the best kind of reporter. هم دائما أفضل الناس اللي هم الفضولي ويحب يتكلم مع الناس. إذا وجد شيء مثلا مكان معين في الشارع، خربان، حاجة، كتب عن تقرير كذا ونشر كذا، رفع لهم البلدية. هذا هو اللي ينفع، هذا اللي ينفع يعني مقرر ومراسل ممتاز. All of these things are things that I like to do and that I'm good at. وشيء اللي أنا يعني جيد. إن شاء الله بإذن الله حصلت فائدة للجميع. Good luck everybody. Bye. This is our lesson and this is the workbook. وهذا آخر شيء في هذا الوحدة. مع السلامة عليكم.